سينما شويش. مرحبا غازي أبو بكر. أهلا شادي بلان. اليوم حديثنا عن نجم عالمي. صحيح، عملين هو الممثل العربي الوحيد اللي وصل للعالمية بكل مقاييس العالمية، عمر الشريف. أبوك عارف إنه الرياض هو القاتل؟ أبوكي؟ إذا هو أبوكي. أنا كنت حاسس من الأول لكن كذبت نفسي، ما كنتش مصدق، ما كنتش أتصور إن الوحشية تبلغ بإنسان للدرجة دي. ربنا اداله المال والعز والجاه لكن نزع من قلبه الرحمة، بقى وحش مفترس، الشر في طبعه من غير سبب من غير حساب، غرق الأرض، سرق، نهب، قتل أبوي، وعاوزاني أهرب وتهربي معاي. امشي من قدامي، مش عاوز أشوفك، امشي من قدامي. عمر الشريف هالنجم العالمي، زي ما انت حكيت ولا نجم عربي صار عالمي. صح. ليش؟ كان في مواصفات خاصة توفرت في عمر الشريف أكيد. بدي شرح كتير كبير، ولكن في زمنه ظهر يعني كنجم مناسب جدا يكون عالمي. نعم. يوسف شاهين اكتشف هذا الاشي طبعا. صحيح، هن درسوا مع بعض في كلية فيكتوريا الشهيرة في الإسكندرية. عمر الشريف من مواليد الإسكندرية، لأب لبناني الأصل وأم أيضا من الشام، من سوريا بالضبط. ولكنه مصري، ولد في مصر، والتقى بيوسف شاهين في الكلية، وفيما بعد ما درس يوسف شاهين الإخراج في أمريكا عاد وأسند بطولة فيلم صراع في الوادي. أنا سمعت أنه والدته كانت تشجعه كتير كمان. صحيح، 100%. والدته شادي كانت ضلت تقول عنه أنه ابنه رح يكون أجمل رجل في العالم. وبالفعل عمر صدقت. الشريف صدق بالضبط. لما بيحكوا عن الرجولة والجمال والوسامة دايما بنتذكر عمر الشريف. بالضبط. هل كان موهوب كمان؟ طلع هو طبعا حب التمثيل من خلال الدراسي في المدرسة، مثل على خشبة المسرح في المدرسة، ولكن هو ما خطط انه يكون ممثل و و و و وما درس التمثيل يعني. نقدر نقول انه كان مجتهد جدا، استغل كل الفرص اللي اجته، وكان موجود وسط فنانين مهمين، فاتن حمامة طبعا، يوسف شاهين واخرين. بالضبط، احنا بنشوف انه شادي انه عمر الشريف طول عمره كان يلتقي بكبار القوم. من لما كان صغير كان الملك فاروق ضيف دائما عندن في البيت. فلما دخل عالم السينما وقف أمام فاتن حمامة، أول بطولة فاتن حمامة، وإحنا سمعنا مقطع صراع في الوادي. بالضبط. أي سنة غازي؟ 1954 ظهر. ولكن 1955 مع نهاية فيلم أيامنا الحلوة مع عبد الحليم حافظ وأحمد رمزي، تم الزواج بعد ما تم الطلاق بين فاتن حمامة وزوجها الأول عز الدين ذو الفقار، وبعد ما أشهر عمر الشريف إسلامه. نعم. بالضبط، تحول من المسيحي للدين الإسلامي. بالضبط. طب قبل ما نحكي عن العلاقة الحلوة بيناتهن اللي شفناها كمان على الشاشة وبالحياة، عمر الشريف وفاتن حمامة، كيف اقتنعت إنه هالاسم المش معروف، مين هذا اللي موقف امام فاتن حمامه؟ صحيح، اقتنعت. احنا بنشوف ان المخرج طبعا هو العالمي يوسف شاهين، واللي بيقدر يقنع اي شخص بوجهه نظره طبعا على مراحل. وفاتن حمامه بصراحه كما قال يوسف شاهين حبت عمر الشريف من اول نظره. فكان هذا سبب، كانت متجوزه ولكن ما كانت على وفاق مع زوجها كان الاول، كان في خلافات وخيانات وكذا، فكانت شبه وحيد رغم انها مرتبطه رسميا. زوجها كان عز الدين ذو الفقار. بالضبط، فتم الطلاق، وفيما بعد تم الزواج مع عمر الشريف اللي طبعا اسمه الحقيقي ميشيل شلهوب، وتحول اسمه الى عمر الشريف. عمر الشريف. خلينا نسمع ايامنا الحلوه هيك مقطع. يلا. فين علي ورمزي؟ فهموني الحقيقه، مهما قلت مش هقدر اصلح غلطتي، لكن ارجوكي ترجع البيت كأن ما حصلش. انا اللي مزعلني انك صدقت اللي قالوه عني. ازاي اصدق وانا بحبك؟ تحبني؟ من يوم ما شفتك عرفت انك نصيبي من الدنيا. وبنت خالك؟ مش معقولة اتجوز واحدة كنت بشحت البدل من اخوها وبستلف من ابوها عشان اكل. مهما كان الحال، دي بنت خالك ومستقبلك معاها. ما تقوليش كده، انت مستقبلي وعمري وكل شيء بالنسبة لي. انت من عيلة كبيرة وبكرة مركزك يبقى كويس، ياريت كنت لقلك. انا معرفش، مش عايز اعرف غير اني بحبك. انت من دلوقتي خطبتي؟ لا يا عم، لا. ما هو ما تحاوليش، رضيتي مرضيتيش، بالذوق بالقوة هتجوزك. أنا بحبك ومش ممكن أسيبك.
لازم تحبني على طول. من يوم ما عرفت التاني ما حسيتش ان حد حبني ابدا. عمر الشريف، فاتن حمامة، عبد الحليم حافظ، مين كمان كان بهالفيلم؟ أحمد رمزي طبعا. بالضبط. شادي نذكر أنه يوسف شاهين في البداية حط عينه على أحمد رمزي وكان لا يلعب يعني بطولة الفيلم صراع في الوادي طبعا. ولكن تحولت الظروف، اختار فيما بعد عمر الشريف، ولكن التقوا أحمد رمزي وعمر الشريف وفاتن حمامة في فيلم آخر من إخراج يوسف شاهين، صراع في الميناء. صراع في الميناء بالضبط، صحيح. لنحكي عن التعاون بين فاتن حمامة وعمر الشريف، عمر الشريف وفاتن حمامة قبل الزواج وبعد الزواج. هو عمليا قبل الزواج كله فيلم واحد، فيلم واحد أو فيلمين يعني. الفيلم الثاني انتهى بزواجين، بكونوش بعدين متجوزين. بالضبط. قدموا مع بعض تقريبا 7 أفلام. ذكرنا فيهن، آخر فيلم نهر الحب، نذكر أرض السلام، نذكر لا أنام، سيدة القصر طبعا. سيدة القصر 1958. فهين شكلوا مع بعض ثنائي عاطفي جدا ناجح. نادر ما أنه مش كل تنين بمثلوا مع بعض بشكله ثنائي. فخاصة الناس حبتهن على الشاشة مع بعض، صح؟ خاصة أنه كانوا زوجين وعاشقين على الشاشة وفي الحياة أيضا. حلو. خلينا نسمع مقطع من لا أنام، وهالفيلم جمع عمالقة أسماء كبيرة، صح؟ صحيح. ولكن نقول ملاحظة شادي هون، أنه هو عمر الشريف هون بهذا الفيلم قام بدور عمة مش دور الحبيب، وما كان هو البطل يعني، كان مجموعة أبطال. بالضبط. ما كان البطل، ولكن كان زوجة في الحياة. فجأة بتنادي عمي وأنكل في على الشاشة، ومع ذلك الجمهور صدق. نذكر مين كان بهالفيلم، نذكر فاتن حمامة، عمر الشريف، رشدي أباظة، مريم فخر الدين، هند رستم، يحيى شاهين، وقائمة طويلة. نعم. إخراج مين؟ صلاح أبو سيف. خلينا نسمع مقطع من لا أنام. انت صحيت يا أنكل؟ صاحي ولابس من الصبح مستني ما تفطروا، واللي يخرج عشان مش عايز اشوف خلقة حد. واحد ومراته بيكرهوا بعض، احنا ذنبنا ايه؟ خسارة. تعرف اذا سابها عمره ما هيلاقي دفرها. هي تحت؟ لا، هما الاتنين خرجوا كل واحد لوحده. طب انا نازل رايح النادي، تيجي معايا؟ يا ريت، بس في واحدة صاحبتي جايالي. انكل، اقدر اطلب منك خدمة؟ افندم، قبل ما تروح النادي تفوت عند مدام تريز الخياطة تقول لها تبعت لي التاير. إلا الخياطة عشان خاطري. طب ما تكلميها في التليفون. إيه، ضربت لها ما حدش بيرد، كلمت السنترال قالوا لي تليفونها قصران. طب والسواق راح فين؟ راح يوصل طنط صفية. بس راجل زي يروح عند خياطة وخياطة ستات يقولوا عليا إيه؟ يا دوب من على الباب هتقول لها. والله يا نادي أنت طلباتك كتير وكلها بايخة. يا ساكنة فين؟ عارف العمارة. سينما شاويش، مقطع من لا أنام، أحسن عبد القدوس. صحيح صحيح. شو رأيك نذكر كمان شغل، بما أنه ذكرنا تعامل فاتن حمامة مع عمر الشريف، آخر أفلام مع بعض نهر الحب في مطلع الستينيات، إخراج عز الدين ذو الفقار، زوجة الأول. كيف؟ يعني فهي كانت شغلي محيري انه يعني زوجة الأول هو المخرج وزوجة الثاني والحالي هو بطل الفيلم. نعم. بس كيف وافق عز الدين ذو الفقار؟ وافق يعني. وخلص، لانه يعني كل مرة واحد سنوات. بالضبط. نعم. بالضبط. شفنا انه عمر الشريف قدم مجموعه من الافلام طبعا المصريه بالخمسينات والستينات. ذكرنا مين ابرز الممثلات اللي شاركوا معه؟ طبعا عدا عن فاتن حمامة هناك شادية اي فيلم مثل مع غلطة حبيبي ولوعة الحب مع احمد مظهر. ليلى فوزي طبعا فيلم الرائع من اجل امرأة اخراج كمال الشيخ. برلنتي عبد الحميد فضيحة في الزمالك، فيلم حلو رائع. رائع جدا. وايضا مع زبيدة ثروت الفيلم الرائع في بيتنا رجل. صح. في كمان مماليك، هيك اول بطولة لنبيل عبيد، صح؟ ايه، تنقول تاني بطولة. تاني بطولة، ولكن هي التقت مع نجم عالمي عمليا طبعا. بدايات قوية كانت. بالضبط. وهذا تقريبا من اخر اعماله السينمائية في مصر قبل ما يدخل الى السينما العالمي. خلينا نسمع مقطع من صراع في النيل، نحكي شوي عن هالفيلم. 56، إخراج عاطف سالم، بطولة رشدي أباظة، هند رستم، وعمر الشريف. فيلم ناجح جدا. و نسمع مقطع. يلا يلا. رايح فين؟ طالع على المركب. ودي رايح فين؟ طالع معاك. دي مش هتحط رجلها على المركب واصل. دي هتطلع قبل مني. بقول مش هتحط رجلها على المركب. وانا بقول لك هتطلع قبل مني. محسب؟ دي مرتي. بتقول ايه يا محسب؟ بقول لك اتدوست على سنة الله ورسوله. ادخل الخن وبعد شرعي كمان.
عمر الشريف هو نجم حلقة اليوم من سينما الشويش، هالنجم العالمي اللي شفناه بأفلام أوروبية، أفلام أمريكية، وطبعا أفلام مصرية. بندخل هيك على الستينات كمان، استمرت نجوميته بالسينما المصرية في البداية. بنحكي عن السينما المصرية. بنقدر نقول شو قدم مثلا إشاعة حب بال 61 بالضبط، هاي من أشهر أعماله في مطلع الستينيات. إشاعة حب عنا أيضا إحنا التلامذة تقريبا قدم مع تحية كاريوكا وشكري سرحان في بيتنا رجل، حكيت عنه قبل شوي بالضبط. فإشاعة حب من أجمل أفلامه، وهذا فيلم كوميدي. نشوف إن عمر الشريف قدم أكثر من نوعية أفلام. بالضبط، هوني دور كوميدي وكتير موفق. كانت أفلامه دائما ناجحة معظمها، هناك بعض الأفلام مش كل قد يعني، بس المعظم ناجح. بالضبط، هناك فيلم مثلا مش كتير ناجح مع هالة شوكة الممثلة السورية وسامية جمال، موعد مع المجهول مش كتير معروف. خلينا نسمع مقطع من إشاعة حب، سعد حسني، عمر الشريف، وطبعا هند رستم. حسين يا حبيبي، انت فين؟ حسين ست، انت تعرفيني، شفتيني قبل كده. اخز عليك يا حبيبي، نسيت اوامي يا من الحلوة يا حسين. واللي كان تقولي كده قدامي؟ اقتلني موتني، اعمل اللي انت عايز تعمله، لكن مش هتقدر تفرق بيني وبين حسين ابدا. ارجوك يا مدام تسيبي خطيبي. من فضلك يا مدموزيل لازم تعرفي ان اللي بيني وبين حسين مش حبه وبس. قول لهم يا سايس انتي، قول لهم يا حبيبي. قول لهم ايه وافهمهم ايه؟ ما تخافش، لو حد فيهم عارف الحقيقة محدش هيسعد. يا ست هانم، الله، حلوة كلمة هانم. أبوس إيدك، أبوس إيدك. أحمد وحشته قوي. أحمد مين ده؟ كمان نسيت أحمد؟ أحمد، أحمد، تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي. بابا، بابا. بابا مين يا ولد؟ بابا انت يا حبيبي. بدنا نحكي عن النجومية اللي اجته فيما بعد كمان بالستينات، وتحديدا سنة 62 لورنس العرب. بالضبط، المخرج البريطاني ديفيد لين اجى على القاهرة وكان بده رشدي أباظة، ولكن معروف في هالقصة انه رشدي أباظة قال اللي عاوزني جيلي. هو المخرج طلب منه يجيله، فعمر الشريف لا انا الحقيله بعد. طبعا ما رفض رشدي أباظة، هو شاف عمر الشريف بفيلم لا أنام، فقال يعني انه عاوزه، وبالفعل عمر الشريف توجه له للأردن واختاره. وطبعا عمر الشريف اضطر يقيم الشامي اللي كانت تميزه، كانت تميزه على منخاره. قال له انت بتقوم بالدور ولكن لازم تقيم هاي الشامي، ووافق عمر الشريف. حلو، مجموعة كبيرة من الأفلام الأجنبية، لنحكي شوي عن هاي الفترة اللي فيها صار عمر الشريف نجم عالمي مطلوب وبيمثل مع نجمات عالميات. بالضبط، احنا بنشوف طبعا اول افلامه العالمية لورنس العرب، واللي ترشح من خلالها لجائزة الاوسكار، ولكن الاوسكار ما ربحش، بس ربح جائزة الجولدن الذهبية. بالضبط، كمان جائزة مهمة جدا. بالضبط، احنا بنشوف انه هوني المخرج ديفيد لين قال له اوعى تمثل شخصية العربي في أفلام قادمة، صار ما ينحصر. بالضبط، بالضبط، فهوني وقف شوي واستمر. منشوف انه قام دكتور جيفاغو، دكتور جيفاغو شخصي، شخص روسي عمليا. كمان ترشح الفيلم لأكثر من جائزة. صحيح، ومنشوف من أبرز أفلامه أيضا اللي ظهر في عام 1968 فتاة مرحة، فاني جيرل، مع الممثلة الأمريكية اليهودية باربرا سترايسند. طيب خلينا نسمع مقطع بعدين نحكي عن هل تعاون اللي عمل مشاكل. يلا يلا. What's the matter? Oh boy, if I can't tell when you're ordering roast beef and potatoes, how will I know when you're making advances? You know, I'll be much more direct. You are woman. صوته حلو. لا صوته حلو، بغني بكل اللغات طبعا. لا صوته بالغناء، صوته بالأداء مميز. صوته أكيد. حلو أكيد. طبعا هذا الفيلم شاد يعمل مشكلة كتير كبيرة. صحيح. تم تصويره خلال حرب عام 1967 اللي كانت عمليا بين إسرائيل والدول العربية ومصر بالتحديد. وإحنا شفناه على الشاشة عم يتباوس مع باربرا سترايسن. بالضبط، عم بيقبل الممثلة اليهودية اللي بيقولوا انه صهيوني كمان. اوكي، فهون صار مقاطعة لعمر الشريف، عقاب له لانه قبل الممثلة اليهودية الامريكية باربرا سترايسند، وكأنه طبع القبلة نوع من التطبيع. تطبيع. نعم. بالضبط، يعني لما بنحكي انه هجموه، كيف هل افلامه بطلت تعرض في العالم العربي؟ هل بطلوا يعملوا معاه مقابلات؟ يتجاهلوا؟
بنقدر نقول انه افلامه ويعني ممنوع تعرض، ولكن هو ابتعد عن مصر، بطل يجي على مصر. ولكن السادات، انور السادات هو اللي رجعه لمصر. شافوا قيمه كبيره بالضبط، لازم يكون يعني موجود ومكرم بالضبط. وطبعا بنحكي هون لجانب اخر، جانب سياسي. لعبه عمر الشريف مع انور السادات اللي هو اللي زياره هو اسرائيل، لما السادات زار اسرائيل بالضبط. السادات طلب من عمر الشريف انه يتصل بشكل مباشر لرئيس الحكومه الاسرائيليه انذاك مناحم بيغن، وبالفعل اتصل فيه وقال له رئيس السادات ناوي يزور اسرائيل. غريب شوي القصة. إسا بتعرف الصحافة أمرات بتكتب وبتألف، برأيك؟ لا هي صحيحة، هو حكاها بنفسه. قصة صحيحة؟ 100% مش من، لا هو حكاها أكتر من مرة يعني، من هيك خيال الصحفيين. قصة حقيقية. طيب. طبعا زي أيام زمان ما كان في إنترنت. كان بدهم شخص، فاستعانوا بنجم عالمي اللي له صدى يعني وممكن يوصل لأي إنسان. يعني هو كان مسؤول عن السلام عم تقولي؟ ممكن. ممكن. حلو. عمر الشريف وبعد سلسلة أفلام أمريكية وأوروبية، قسم منها ناجح قسم لا، بعود لمصر وبقدم فيلم مصري، أيوب. أيوب فيلم تلفزيوني مع أثار الحكيم مديحة يسري وفؤاد المهندس. بنقدر نقول حقق نجاح معقول تلفزيونيا، ولكن فيما بعد قدم الأرجوز سينما هالمرة مع المخرج هاني لاشين. سينما بالضبط. نجح الفيلم بشكل يعني جيد، بشكل معقول، ولكن كان في هناك هجوم. على سبيل المثال الراقصة، أحلى الراقصات نجوى فؤاد، قالت مش هذا هو عمر الشريف اللي الجمهور مشتاق له. بس بال89 صار كبير هو، يعني شو توقعت؟ يعني وكأنه هو الوسيم دائما. يعني فكانوا محتاجين أو بدن يعني متخلين نكون عمر الشريف الوسيم اللي كان بالستينيات، هو يكون بالثمانينيات والتسعينيات ايضا. هذا اللي حبت تشوفه بالضبط. عشاشي. طبعا بهاي الفتره بالتسعينات والثمانينات بيستمر بتقديم الافلام الاجنبيه وكمان بنفس الوقت المصري. ضحكوا لعبوا جد وحب شفنا مع يسرى تقريبا عام 1993. الفيلم ماذا سقط، والكل هجم عمر الشريف على موافقته للمشاركه بهذا الفيلم، انه ليش شارك بالضبط. نعم. وبالألفية الجديدة منشوفه كمان مستمر، ومن الأفلام هيك اللي بذكرها السيد إبراهيم من الأفلام الفرنسية، كمان حصل على جائزة السيزار. أنا شخصيا هذا الفيلم شفته، بالفعل عمر الشريف بأحلى حالاته ومن أجمل أدواره، دور اللي فيه كمان الديانات تلعب دور فيه، بيحكي عن التسامح بين البشر وبين الديانات، فيلم جميل. كان ممثل ناضج كتير صح؟ كتير بهالفيلم. بنشوف كمان تجربة اللي هو هجمها فيلم المسافر، أنا عم بحكي عن المرحلة الأخيرة هيك الأفلام الأخيرة اللي شارك فيها. صحيح، احنا شادي بنشوف انه هو اكتر من فيلم مصري شارك فيه وهاجمه فيما بعد. المواطن مصري هاجمه، هاجم انه فيلم حلو. وصلاح ابو سيف، صلاح ابو سيف هاجم لقائه مع عادل امام في فيلم حسن ومرقص، قال انه هذا عمليا فيلم وكانه عائلي. وايضا هاجم فيلم المسافر، ما عجبته هاي الاعمال الاخيره. نعم. وبصراحه انا بوافقه. طيب شو نسمع، الأرجوز ولا نسمع حسن ومرقص؟ حاليا حسن ومرقص. يلا. هو انت عطصلي الفجر فين يا شيخ حسن؟ في الجامع. ايوه، في انهي جامع؟ معرفش، اصلا لسه جديد في المنطقه الحقيقه. ما تعرفش هنا الجامع فين؟ على الشمال في اخر الشارع ده. صحيح، ده اللي قدام الكنيسه. ايوه. يبقى طريقنا واحد. سينما الشويش، عمر الشريف، سينما الشويش. أفضل فيلم غازي. أوبا، بسرعة. بسرعة. أفضل فيلم لعمر الشريف ولا حيري صراحة. أكيد عنده كتير أفلام حلوة. أنا بختار من أجل امرأة. من أجل امرأة، أحكي لنا شوية تفاصيل اللي ما حضر الفيلم. فيلم بيحكي عن حبه هو مع ليلى فوزي، واللي بتحثه على قتل زوجة، ولكن فيما بعد بيتضح انه بعد ما يقتل زوجها انه هي عندها عشيق اخر، فبيطلع هو يعني خسران كل الجوانب. تذكرته الفيلم، فيلم جميل أنا جدا. انا بختار دكتور جيفاغو. اوبا، فيلم اجنبي. فيلم اجنبي.
كان مميز جدا بهالفيلم. طبعا هني وقتها قال ذكر انه بيضوا له وجهه وحطوا له باروكه وكان ملائم له لانه هو مش انجليزي اصلي. صحيح. فلما حكى انجليزي كروسي انه كان مقنع. زبطت بالضبط. شكرا غازي ابو بكر. العفو. شكرا الحلقه القادمه. وحابين هيك نشكر نوجه تحيه لكل الاصدقاء اللي بيسمعونا بكل العالم العربي لانه بنشوف انه في رده فعل كتير كبيره على الحلقات. فشكرا لكل المتابعين. بتابعونا طبعا على اليوتيوب. صح. دوروا علينا سينما الشاويش. شكرا للجميع أكيد. شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نختم مع أراغوز. عدة أغاني الأراغوز وبيغني بالإنجليزي وبلغة أخرى. يلا. شكرا. إلى اللقاء. أراغوز أراغوز إنما فنان فنان أيوة إنما أراغوز ويا جوز يا زمان أنا كنت زمان غاوي الأرجزة طياري يا جوز إنما لما الكباء إجمال بجى بص لشيء واحد أرى جوز أرى إيه أرى إيه أرى 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 جوز جحيان أيوة أنا فلسان إنما برضك راجل إنسان بضرب بالألف لسان ولسان وباكلها بعرقي ومش إحسان راجل والرجلية العضلات ولا ألباندا وسيمة وحركات الرجلية الحقيقية ثبت قدام جبنية اي جبان ارى جوز انا واحمي ارى ارى ايه احمي ارى ريت الناس مني من ناس الارى ارى ايه ارى ايه من ناس الارى ميت الملاعيب ما هو اصلا انا مش من الارى ارى ايه مش من الارى فيص ولو الحال مال ما اقعدش انا على ارى ايه ارى ايه ارى فيصي وطنش على الاندال لازم اشك الاندال مهموز وأدوس على الفترة والعنطوز منا 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 أرى إيه أرى إيه أرى 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 جوز 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 أرى جوز وشجيع والدنيا ميدان فارس حارس واقف ددبان وزبان للشر نبان وزبان بحمي الغلبانة والغلبان وشجاعتي ما هيش للتخطيط دي شجاعة تفكير ومخميخ الأرض أضربها تجيب بطيخ بزكاوتي وخلي الخلا بستان أرى جوز أنا والدنيا أرى إيه أرى شانا وإحنا شبر شبير يا ما أرى متني وأرى أرى إيه أرى صدني في لبليبي وأنا كبير فسرحت أنفخ أرى إيه أرى إيه أرى غيرها وغني يا ليلي عين واتمسخر على أرى إيه أرى إيه أرى زلها الفجر الطماعين وأدحك كل صبي وعجوز علي بيتنطط في الفعلوس انا منا 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 ارى ايه ارى ايه ارى 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 جوز 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 ارى جوز وسائق هبل في جنان وانا قلبي ملاني جدعنة وحنان وابنساهي سهتا سهيا انما عقلي للعدل ميزان انا فلتة انما مش فلتان وساعات حرنان وساعات زنان يمكن علشان وحداني ماليش ارى جوزة تاخدني الاحضان
أرى جوز أنا وحنطر أرى أرى إيه أرى عيكي وشيل عيوني وإذا مرة سعيتي أرى أرى إيه أرى بيكي بعقلي وبجنوني حطي من السنة على أرى أرى إيه أرى بي وسلم لك أمري وكلي معايا بأرى إيه أرى إيه أرى وانت يا كروانة عمري وبدل ما أنا كده ملوي البسبوز أصبح لك جوز معزوز محظوظ إيه يا ترى إيه أرى 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 جوز أرى إيه أرى إيه أرى 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 جوز أرى إيه أرى إيه أرى 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 جوز أرى إيه أرى إيه أرى 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 جوز